بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام مع هذه الخطوة الجديدة من حلقات برنامج خطوة، اللي من خلال دائما نؤكد على أهمية الخطوة في حياتنا. دائما نؤكد بأن الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، فإذا عزمت على هذه الخطوة تأكد بإذن الله بأنك أنت إيجابي اتجاه تغييرك إلى الأفضل. دائما ما نقول بأن قضايانا ثابتة وقضايانا دائما مختلفة على اختلاف مجتمعنا، قد تكون هناك ظواهر سلبية، قد تكون هناك ظواهر إيجابية. إحنا دائما نؤكد على إن كانت هناك ظواهر سلبية فإحنا قاعد نناقشها بطريقة جدا أكاديمية، بطريقة جدا معقولة، بحيث أن اختلافنا للآراء لا يفسد في الود قضية. دائما نؤكد بأن سندنا واضح من خلال هذه القناة ومن خلال هذا البرنامج، من خلال الكتاب والسنة، قال الله وقال الرسول. اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن محبة الله. باسمكم مشاهدينا الكرام نرحب بالشيخ أحمد الغانم، الباحث في الدراسات الإسلامية. حياك الله أبو عبد الله، وأنا سعيد في لقائك. الله يحييك يا دكتور، الله يبارك فيك. بداية أبو عبد الله يجزاك خير، وكانت لك حلقات سابقة مبدعة، والله يجزاك خير، وكان لها الأثر. وأنا حتى يعني لما أمشي في أي مكان كانوا يأكدون على بعض القضايا اللي إحنا قاعد نرحها اللي باسمك أنت شيخ رقاء. اللهم لك الحمد، عسى الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله يا رب. بداية أبو عبد الله، لا شك بأن محبة الله سبحانه وتعالى أيضا المشاهدين الكرام هو يختلف من شخص إلى آخر. يمكن أنا لي سلوك معين، أنت لك سلوك معين، أنت لك فكر، أنت لك طريقة، أنت لك تعامل خاص. ولكن إحنا اليوم معاك أكيد أبو عبد الله راح نحدد أهمية وتعاملنا مع محبة الله تعالى. بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. محبة الله سبحانه وتعالى مطلب لكل إنسان رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولاحظ دكتور سالم أن الله سبحانه وتعالى في كتابه قال يحبهم ويحبونه، فيعني بدأ بالمحبة منه جل وعلا. وهذا كما ذكر بعض أهل العلم، هذا دليل واضح أن محبة الله منزل عالية، ليس أحد لأي أحد أن يدعي محبة الله، هذا توفيق من الله. الله يوفق العبد ويأذن له بأن يحبه. المحبة تكون بداية من الله، يحبهم ويحبونه. فالله سبحانه وتعالى يحب العبد ثم يوفقه بأن يكون من أحبابه. نعم. جل وعلا. نعم. الله يعطيك العافية، هذه المقدمة الحلوة الشيخ الغالي. الآن نبي نبدأ بأن لكل مسلم يحاول أن يسعى إلى محبة الله سبحانه وتعالى. احنا أخذنا مقدمة عامة عن محبة الله. نعم. ولكن لو أبي أعرف ما هي الطريقة أو طريقة التعامل مع محبة الله سبحانه، شنو الخطوات اللي انت تنصحني فيها بحيث أني أنا أكون من محبين لله سبحانه وتعالى؟ أحسنت، أمر مهم جدا. وابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب اسمه مدارج السالكين. نعم. ذكر فيه خطوات أو أسباب، هذه الأسباب طبعا ليس من بنيات أفكاره، إنما استنتجها من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف تنال محبة الله أو كيف تقترب وتبذل أسباب تجعلك قريب من محبة الله سبحانه وتعالى. وبدأ بها ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى بأولا هو تدبر القرآن الكريم. عندما تتدبر وصباح كلام الله سبحانه وتعالى تجد له حلاوة ولذة، ما هو فقط قراءة عادية، قراءة تدبر وتفكر في معانيه، في سبب نزوله، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا في هذه الآيات، فهذا أحد الأسباب التي تجعلك قريبا من الله. نعم. قريبا من محبة الله جل وعلا. يعني أول خطوة من خطوات محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. هو تدبر. نعم. الآيات القرآن الكريم. زين شيخ، في هذا الجزئية وفي هذا السبب الأول من محبة الله سبحانه وتعالى، أحيانا أنا كغارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى، نعم، تمر علي آيات من الصعب أني أنا أفسرها، عشان أتدبرها شنو الطريقة المناسبة لتدبر الآيات؟ أحسنت. دائما أنا أنصح الإنسان عندما يقرأ بأمرين، الأمر الأول إما أن يكون لك ختمة قراءة مستقلة. نعم. وختمة أخرى تكون تدبر. حلو. يعني هذه الختمة للقراءة ويعني لأخذ الحسنات، لأن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن في كل حرف يتلوه له فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وهناك قراءة تدبر قد تأخذ منك الختمة سنة، ما عندك مشكلة، ولكن تقف على كل آية
وهناك طريق أخرى، هذه الطريق الأولى أن يكون لك مصحفين، مصحف للقراءة ومصحف للتدبر. الطريقة الثانية وقد يفضلها الأكثر، وهي أن تقرأ في مصحف في حاشيته تفسير. نعيدها مرة ثانية شيخ. مصحف الطريقة الأولى قلنا أن يكون لك ختمتان. ختمة القراءة. أي نعم قراءة. وختمة للتدبر. نعم. الطريقة الثانية ويفضلها الأكثر والأغلب أن يكون هذا المصحف الذي تقرأ فيه في حاشيته. أي نعم تفسير. تفسير القرآن. نعم. وهذا أسهل ويكون في متناول اليد. مثلا أنا قاعد أقرأ في القرآن الكريم فمرت علي كلمة أو آية لم أفهم معناها، ما علي إلا أن أنظر بحاشية هذه الصفحة وأنظر إلى تفسيرها أو معناها فيكون الأمر سهل. فهنا أجمع بين القراءة والتدبر. والتدبر نعم. يعني إحنا أول معالجة لأي مثلا شخص وقف عليه بعض الآيات القرآن الكريم، نعم، أن فيه قرآن مخصص ل تدبر الآيات، وهو موجود فيه هوامش، نعم، مفسرة فيها هذه الآيات، تفسير سهل تفسير وبسيط. نعم. الآن بننتقل إلى الأمر الآخر، وهو كيف تكون محبة الله سبحانه وتعالى. احنا ذكرنا بالمرة الأولى بأن تكون محبة عن طريق قراءة القرآن الكريم، نعم، أو تدبر الآيات. صحيح. الخطوة الثانية شيخ الغالي. الخطوة الثانية هو المداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر، نعم، لأن ذكر الله حياة. ذكر الله حياة، ومن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى يجد أن في قلبه قرب من الله، سعادة بالله، هذا الأمر يقربه من الله فيجعل الله يحبه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم. أذكركم، فإذا أردت أن يذكرك الله سبحانه وتعالى عليك أن تذكره. فلما تذكر الله سبحانه وتعالى الله يذكرك بما هو أهله جل وعلا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، وذكر من ضمن الحديث قال فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ كما هو المجلس الآن نحن نذكر الله سبحانه وتعالى، قال ذكرته في ملأ خير منه. الله سبحانه وتعالى نحن إذا ذكرناه بيننا نحن أهل الأرض، الله يذكرنا في الملأ الأعلى عند أهل السماء المقربين منه جل وعلا. فالأمر الثاني الذي يجعلنا قريبون من الله وقريبون من محبته جل وعلا هو مداومة ذكره جل وعلا. ممتاز. من خلال هذا الذكر شيخنا ودي أوقف على هذا الأمر وهو الخطوة الثانية اللي أنت ذكرتها، ذكر الله سبحانه وتعالى. هل الذكر مقتصر فقط في المساجد أم أن هناك ذكر لا في أي مكان وفي أي زمان؟ الأصل بالمؤمن أن يذكر ربه سبحانه وتعالى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في كل حالات، وهذا حال المؤمن. ولذلك إذا كان الإنسان حريص فقط خلينا نقول على الأذكار دكتور، نعم، هو ذاكر لله في كل حالاته من أول ما يستيقظ من نومه ويفتح عينيه، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يقوم فيتوضأ بعدها ذكر لبعض الوضوء، بعدها أذكار الصباح إذا خرج إلى المسجد، أذكار الخروج من البيت، أذكار دخول المسجد، أذكار بعد الصلاة، يعني في كل، إذا ركب سيارته، إذا عاد إلى بيته، إذا أكل، إذا شرب، إذا رأى مبتلى، فالإنسان الأصل فيه دائما يذكر ربه سبحانه وتعالى على كل حالاته. نعم. نعم. الآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. طبعا مشاهدينا الكرام إن شاء الله أخذ منك وعد أبو عبد الله بأنه يكون جزء ثاني لمحبة الله سبحانه وتعالى، لأن إحنا إلى الآن ما قطينا الخطوات كلها لمحبة الله سبحانه. صحيح. نعم. إذن الوصية أن نجتهد في تحقيق أسباب جلب محبة الله سبحانه وتعالى حتى يحبنا الله ونحن نحبه، ومن أحبه الله لن يعذبه. قواك الله شيخنا الغالي، ما قصرت على هذه الحلقة المميزة. إذن مشاهدينا الكرام انتظرونا في الجزء الثاني من محبة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عظيم القبول في هذا المكان وأي زمان إن شاء الله، وأن يحفظ بلدنا من كل مكروه دمنا نعمة الأمن والأمان. مع السلامة.